quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma ville, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Enrico Macias, j'ai quitté mon pays. Alors, pour cette seconde vidéo, comme je vous ai dit, je vais essayer à chaque fois de donner des chansons d'Enrico Macias. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, joyeux anniversaire, cher Enrico, cher compatriote. Longue vie, pleine de succès, pleine d'amour, pleine de santé. Pour l'instant, je vais donner certaines informations sur l'Algérie. Et je vais parler aussi de la visite de deux ministres à Khenchina. راح نتكلم في هال فيديو الثانية على نمد شوية معلومات على الجزائر وعلى زيارة زوج وزراء لولاية خنشلة. كما تعرفوا ولاية خنشلة قلعة الثوار، كما تعرفوا خنشلة ماسكولا، اللي ما يعرفهاش خنشلة سي ماسكولا، سي نورمالمون سي ماسكولا. خنشلة راهي الاسم بنت الكاهنة، اللي عيطوها الكاهنة هي ديهية. ديهية الأمازيغ، على بالكم باللي أول رصاصة نتاع الثورة تكلمت في خنشلة. ونورمالمون خنشلة هي العاصمة ماهوش تاع نتاع الجزائر، هي العاصمة نتاع إفريقيا، خاطرش ديهية كانت هي لارين نتاع افريقيا. ودايور كيف اسمه مسقط الراس نتاعها في بغاي، روحوا لبغاي تشوفوا مسقط راسها. وباش يكون في علمكم ثاني، لاستيل نتاع الكاهنه اللي محطوطه في بغاي حطوها الرجال رغم انف الاف اللي ما حبوش وجاو يحبوا يعترضوا، وتعرضت حتى للاحتراق، راحوا يحبوا حتى يحرقوها. على واش؟ قالك حقه يهوديه. اذا كانت دهية يهوديه، ايه حنا ثاني رانا يهود، ما كان حتى مشكل. وما كما قلت لكم ما تعقدوناش، خلاص حتى حنا رانا يهود، وسيدنا موسى يهودي، وسيدنا ابراهيم يهودي، وسيدنا اسماعيل يهودي، وسيدنا يعقوب يهودي، ما تعقدوناش خلاص. كي جينا باش نحطوها، واليوم نقول الرئيس، تحية كبيرة للرئيس البلدية خنجلة السيد حمر،
اللي كان وقت هذاك رئيس بلدية بغاي تحت غطاء الارسيدي، كان هو اللي اول خطرة الارسيدي تفوز في ولاية خنشلة بلاكومين تاع بغاي، والشعب تاع بغاي اصر باش نحطوها، وصاروا داونا مشاكل وجاو المجاهدين من كل بلاصة، من الجزائر ومن باكنا ومن هنا، بصح كي ظلوا الرجال كاينين حاجة ما تحبسنا، حاجة ما تحبسنا. حتى جاي السيد الولي اللي من بعد طلع وزير، كي رحنا له قلنا له احنا جبناها صايي من الجي باش نحطوها، صراو مشاكل وحبسوه وما حبش يحطها، رحنا له قلنا له جيناك على زوج كلمات، تحطها ولا ما تحطهاش؟ قلنا فوالا انا جاوني المجاهدين وجاوني منا وجاوني، قلنا له سيدي الوالي احنا سمعنا وعلى بالنا، دوكا احنا جيناك على زوج كلمات تحطها ولا قالك نحطها؟ قلنا له مالا يلا وحطيناها. ولاية خنشلة قبل ما نتكلم عليها الساعة دوك نرجع لكم بعد عليها، اليوم هضروها زوج وزارات بمناسبة 11 ديسمبر، زوج وزارة دوك نحكي لكم شوية. قبل هذا سي علي بالحاج رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ كان قبل كان مريض، قلنا له حنا ربي يجيب له الشفاء، على كل حال حنا ما نتهموش معاه، بس حنا طلبنا له الشفاء وشفاه ربي الحمد لله. يامس خرج يحب يروح يحيي 11 نوفمبر على حسابه، ذكرى نتاع 11 نوفمبر راح باش كما تعرفوا ممنوع عليه يدير السياسه، ودخل كيما اسمه قوات الامن وما خلوهش يروح. يامس الخميس، اليوم الجمعه حب ثاني باش يروح يصلي الجمعه في مسجد الباقون على العهد القبة، وكما على بالكم علي بالحاج ممنوع عليه، وقوات الامن دخلت ما خلتوش يروح. باش نتفاهموا مليح يا ناس، هذه جبهة الإسلامية للإنقاذ هما سبايب التسعينات، وسبايب 200,000 جزائري اللي ذبحوا في التسعينات، بلا ما نساو 16,000 اللي راحوا ما لقاوهمش. انا عندي صحابي صحفيين تخطفوا في التسعينات، لليوم ما عرفنا عليهم لا ماتوا ولا حيين، تخطفوا ما عرفنا عليهم لا ماتوا ولا حيين، دوكا لي كور نتاعهم مازلنا ما لقيناهمش. وبلاشي واش ردت الجزائر الوقت هذاك ومن هنا. على كل حال الفيس الوقت هذاك حاب يدير انقلاب ينحي الدوله كيما اسمه لا ريبوبليك ديمقراطيك، ويدير كيما اسمه الدوله الاسلاميه نتاع الخلفاء نتاع الخلفاء كيما اسموها، هذه الدوله الاسلاميه انقلاب، حاب يدير انقلاب، دخل الجيش الوطني الشعبي ودخلوا الرجال ومنعوه باش يرجع لنا الجزائر افغانستان، ومنعوهم باش يرجعوا لنا الجزائر الاف السنوات المرسليات. وهذيك التدخل هذيك تاع قوات الامن والتدخل تاع الناس اللي حبسوا الانتخابات او حبسوا المسار الانتخابي، علاش على جال الفيس اللي حاب يدير انقلاب قلت على الاول جاب باسم الشرعيه وما عندوش حق نورمالمون حتى يشارك في الانتخابات، ومن بعد عطاو لا غريمون وجا شارك والشعب عطاهم المنتخب عليهم نورمالمون، ينتخب عليهم عندهم 4 سنين يحكموا 4 سنين، واذا خدموا مليح الشعب يولي يفوتي عليهم، واذا ما خدموش مليح يجيو ناس اخرين يحكموا، هكذا هذا هو التداول على السلطه. هما لا، هما نهار كي حكموا كي الشعب عطاهم البريميتور صاي خرجوا للشارع وبداو يضربوا في الناس ويضربوا في النساء اللي ماهوش متحجبات ويطيشوا لهم لاسيد على وجوههم، وراحوا قفلوا السينما وقال السينما كل قفلوهم، وراحوا قفلوا الكوافوز وقفلوا، قال لك النساء ما عادش تخرج، وتوصلوا حتى قال لك الشرطه ما عادش، حتى الشرطه ما عندناش نديروا، ما عندنا ما نديروا بهم، نحيوهم ما عندنا ما نديروا بهم، ونحيو الدرك الوطني احنا عندنا الشرطه نتاعنا، وراحوا داروا الشرطه نتاعهم هما بعد كان شفاو، وحطوا لهنايا لبرازار شرطه اسلاميه، وعادوا يسبوا في الناس وعادوا منا.
وبداو يسمو يهزوا في السلاح وبداو قال لك هذه هي اخر اول انتخابات واخر انتخابات، يعني يحبوا هما يعني يديروا انقلاب باش يحكموا هما يوليو يديروا دوله كيما تاع ليرون دوكا تاع ليرون، يوليو يكسعوا يخنقوا ويقتلوا في الناس في الحباس ويقتلوا ويديروا كما قال واحد انقلاب انقلاب، ودخلت القوات الامنيه اللي نحييهم وما خلوهمش خطراش حبوا يديروا الانقلاب. على كل حال فشاشة الدوله نتاعنا، الدوله ماهيش يعني دوله صالحه، الفيس تنحى باش يقولوا بالقانون ومسحوش، هو مازالوا في 48 ولايه مازالوا يتلقاو ومازالوا تنحى غير تنحى الفيس غير من الورقه برك، ومازالوا يتلقاو ومازالوا مازالوا عندهم مام الحراك بعد الحراك بعد هذا ولاو 70% باش ما نقولكمش 80% نتاع الحراك كل تاع الفيس. على الاول خرجوا الديمقراطيين نقول واحد 10% ولا 5%، ومن بعد ولاو جماعة الفيس حكموا الحراك هذا 80% نتاع الحراك الكل نتاع الفيس. باش ما نغلطوكمش الناس يقولكم باللي راهو علي بالحاج ما حبوش يخليوه يصلي، راهي غلطه كبيره، هي غلطه كبيره. علي بالحاج قالوا له يا ولدي اذا تحب تصلي روح تصلي لروحك، روح تصلي لروحك، بصح راك ممنوع تدير السياسه، ممنوع هو وبزاف الناس تاع الفيس ممنوعين باش يديروا السياسه، ممنوع باش يقولوا بقانونيين من 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 من, من كما قال واحد من العداله، ممنوع باش دير السياسه. قال لهم لا انا ندير السياسه، ويحب يرجعنا للتسعينات، يدخل للمسجد اشاك فوا كيكملوا الجمعه يلم جماعه الفيس ويدير خطبه، يدير خطبه نتاع وحده نتاع على جماعه الفيس كاملين يتلموا به، ويبدا كريتيكي في الدوله وكريتيكي، يحب يرجع للتسعينات كيما هكا كان يدير في التسعينات. عيو فيه قالوا له يا ولدي شاك فوا يحبسوه ويديوه العداله والعداله يطلقوه، ما يحبوش يزيدوا عليه باسكو ديجا حكم 12 سنه حبس، ما يحبوش يزيدوا عليه. وقالوا له يا ولدي روح تصلي على روحك من فضلك، بصح ما ديرش السياسه، خاطرش راك ممنوع باش دير السياسه، ما حبش يسمع. يروحوا لهذا الجامع هذا نتاعهم هذا، يردوه البيرو نتاع الفيس، الجامع نتاع كيف اسمه الباقون على العهد، رجعوه البيرو نتاع الفيس، يتلقاو ثم بالمئات ثم، وقالوا له عيطوا له قدام الخطره وقالوا له يا ولدي يرحم والديك حبس علينا هذا الاخر، حبس علينا ما تجيش دير الاخر، ما تجيش دير الخطاب، هو لا هو يدور به جماعه نتاعو، يدور به جماعه نتاعو ويبدا يتكلم. الاف تاع لي فيديو تحبوا تشوفوهم روحوا سير فيسبوك قدام خطري، يعيطوا له ويقولوا له يا ولدي اذا تحب تصلي روح تصلي على روحك، بصح حبس ما تجيش دير الخطابات في المسجد، ما نحبوش راح نرجعوا للتسعينات، ما نحبوش ما حبش يسمع. عاد الشرطه يخليوه يخرج من الدار نتاعو ويهزوه في السياره نتاع الشرطه ويديوه للمسجد، مش تاع هذاك المسجد، واحد اخر المسجد اخرين، ويخليوه يصلي
وكيكمل يوصلوه للدار نتاعو وما حبش. قال لهم لا، قال لهم ما تجيش تهزوني وما تحبش نروح نصلي، نحب نروح للمسجد اللي نحب انا. خلاوه راح للمسجد اللي يحب هو، وزاد عاود يدير الخطاب ودار حتى مسيرات من المسجد، يخرج من المسجد ويدير مسيرات وممنوع. سي علي بالحاج يروح يعرضوه العرس، يوليو العرس ما كانش عرس تاعني شطيح ونتاع منه نتاع الخطاف وجماعة الفيس وجماعة الإسلاميين هذو، كتعرفوا العرس تاعهم نتاع قرآن وكيف اسمه هذوك، مع كيف يقولهم عيطوا ما عليش واش عيطوا لهم، ويدير خطاب ويدير طابلة ويبدا يخطب على الناس ويبدا يسب في الدولة ويبدا يحرض ويبدا منها. وقالوا له يا ولدي لازم تحبس، إذا راح الجنازة سي راه ميم شوز، الناس تدفن وهو يهز الكلمة ويبدا. إذا عرضوه الكنش طهور تاع الولاد ولا مع كيف يقولوا هما وليمة ولا كيفاش عيطوا لها هما ذو الإسلاميست، كيف كيف ما حبش يحبس. وخطرة ثانية كيف كيف هو وجماعة نتاعو راح لواحد ما نعرفوش صرا في واحد يدخل باش يحضر، خلاه يحضر واحد التجمع، وقيل اذا شفت عليها راهي في كيف اسمه في لاكوبول في الجزائر، وكان النشيد الوطني وهما كانوا قاعدين علي بالحاج وجماعة اللي بحذاه وما حبوش يثوروا للنشيد الوطني. وكما قالوا علاش، قال لهم انا نثور الا لربي سبحانه ونثور حتى لواحد، ما نصطاب لا بنشيد ما نصطاب حتى بواحد. وعلى هذا قررت السلطات بور لانستون ما عادش يخليوه يروح يصلي، وما عادش يخليوه يروح حتى البلاصه، ومنوع عليه باش يخرج ارجي وين يروح يحكموا. الجزائر ربي يستر سيرتو هالايام تاعك، ربي يستر ربي يستر ربي يستر. يا اخي كما سمعتوا البارح واش قلت لكم، انا راه الجزائر رانا في خطر، انا في خطر والناس كل ضدنا، الناس كل ضدنا، وهذه السياسه نتاعنا نتاع الناس الحكام فشلوا في السياسه نتاعهم وما حبوش يطلقوا الجزائر، وبقايين هما اللي يسيروا في الجزائر، وهما على بالهم باللي رانا مستهدفين، وعلى بالهم باللي راهم كو سوا الاوروبيان ولا العرب الكل راهم يستناو فينا في الدوره، والخطر هذه بالك ما نمنعوش منها، بالك ما نمنعوش منها. وعلى هذا احنا لو كان خذوا راينا هذو، احنا انا ما نحكموش، انا ما نحبوش نحكموا. على كل حال انا لو كان يعطوني المليارات نتاع المليارات ما نقبلش نكون حتى رئيس بلديه، ما نقبلش. لو كان يعطوني مليارات بعد يقول لي كل نهار يعطوك مليار ماهوش كل شهر، ما نقبلش وما نحكمش. احنا قلنا لهم يا ولدي انتم حكمتوا من 62، خليوا الناس اخرين يجيو، خليوا الناس ماهمش الناس اي واحد يجي، لا نو. اذا باش ينحيوا هذا الناس هذو ويجيبوا لنا ذباحين، هذه ما نقبلوهاش وما نخليهمش يجي. احنا يحبوا هاد الناس لي طابوليسي هذا، نحبوه يروح ويخليو الديمقراطيين يجيو اللي رايحين يوليو يديروا لنا الجزائر كي البلدان الكبرى كي البلدان اللي عايشين فيها الناس. ما نحبوش ديروا لنا حنايا بلاد كي ليبيا ولا بلاد كي سوريا ولا بلاد كي افغانستان ولا، هذه ما نحبوهاش. نحبوا تكون بلاد ديمقراطية اللي الجزائريين كل يعيشوا فيها، واللي ما عادش الناس تموت في البحر، وما عادش الناس تبقى بلا شي خدمة، وما عادش الناس تبقى بلا شي سكن، وهذه نقدروا نديروها لو كان يخليو الديمقراطيين يجيو للحكم. الديمقراطيين ما يقدروش يجيو، علاش؟ باسكو أقلية. أنا ثاني ديمقراطي بصح مستعرف بروحي بلي أقلية. شكون هما الأكثرية؟ الأكثرية في الجزائر هما اللي يحبوا يديروا دولة إجرامية ماهوش دولة إسلامية. هذو اللي يحبوا يديروا دولة إجرامية باسم الإسلام، يجيو يتقتلوا الناس ويذبحوا الناس باسم الإسلام، هما لا ماجوريتي. الجزائر كما تفوتي معاهم بالنساء بالرجال، 80% نتاع الجزائريين عندهم إيديولوجي تاع داعش، وكل يفوتوا معاهم. الثانية قوة هي جماعة اللي مازالوا حتى هما يبزنسوا باش يقولوا بلو باسي ريفوليسيونير، وحنا وخرجنا فرنسا وقبل نوفمبر والامير عبد القادر، وهذو ما يجيبوا والو، هذو ما يجيبوا والو، كي الاسلاميين كي هذو.
هادو من 62 وهما يديروا في السياسه نتاع الامير عبد القادر ونتاع ما نعرف واش ونتاع بريمي نوفمبر وما نعرف واش هو، وجابوا غير الخلل البلاد ما كان والو، ريان 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 ريان. والاخرين الاسلاميين جايين حتى هما يحبوا يحكموا البلاد باسم الدين، وشفتوهم في التسعينات كيفاش هذا مازال ما يحكموش، وشفتو واش داروا لو كان يحكموا ما نعرف كيفاش تخلع. ولو كان يحكموا الاسلاميين كما قلت لكم تحت كيف اسمه ذريعه محاربه الارهاب، ما يضل الطيارات تاع لوطون يبومبارديو فينا. وعلى هذا احنا قدام ثاني ما يتحكموش انتم، انتم باغتين انتم تحبوا تصليوا روحوا صليوا على راحكم، بس السياسه والدين ما يتلقاوش ما يتلقاوش. واليوم هذو المسؤولين تاعنا وصلوا الجزائر للمشاكل، ورا راح ندخلوا في واحد كنا في تونيل ما عندوش كيف اسمه ما عندوش خرجه، ودوكا دخلنا في تونيل ماهوش غير ما عندوش خرجه، مظلم ما نشوف والو. وربي يستر كما شفتوا البارح ليستازيوني دامريك بالعاني راحوا قالوا باللي الصحراء المغرب بالعاني على جات الجزائر، وعلنا عليها ترامب البارح وقال لهم خلاص الصحراء راهي ارض مغربيه، هذا كل على جات الجزائر. العرب كيف جاو اتفقوا علينا، وشفتوا باللي الامارات راح تهز السفير نتاعها وحطاتو في الصحراء الغربيه. الجزائر الخطر هذه كيف اسمه البرلمان الاوروبي تهم الجزائر بخروق حقوق الانسان، وماهوش سهله. هما ذاك هذاك الرابور هذاك راح يبعثوه للمجلس الامن، وربي يستر لا يشريوها لنا كي ليبيا ولا يشريوها لنا كي سوريا، ونوليو في حل اخر وما عندناش حتى كيفاه ندافعوا على واحد. وقلنا لهم يا ناس راه لازم نبدلوا، ما نجموش نسيو البلاد نتاعنا كيما مارفين بكري 62 و64 و65 و86 و90 لازم نبدلوا، ما بغاوش يبدلوا. وزادوا علينا هذو الناس هذو الاسلاميين هذو من بينهم هذو اللي عيطوا لهم دي شان بريفي، وهما ماهمش دي شان بريفي، سي دي شان يمشيو فيهم ناس اللي ولاو هلكوا الشعب، دوخوه الشعب اللي باش يروح يقرا ولا يروحوا يقراوا ولا يروحوا يديروا العلم كما في المدارس نتاع الناس كل. المدارس مدارين للعلم، ما همش مدارين للسياسه ولا ما همش مدارين للدين. ليكول اللي فات بوغ لو سافوار، يقراوا لا تكنولوجي، يقراوا لا سيونس، يقراوا لي مات، يتعلموا كيف اسمه ليدوكاسيون سيفيك، ما يتعلموش الدين في ليزيكول. هما ولادهم هذو المسؤولين كل داوهم يقراو في ليترونجي ويقراو في الجامعات ويقراو في ليزيكول لي غون زيكول تاع فرنسا ولي غون زيكول تاع لا غروند بريطاني ونتاع كندا، المسؤولين كل. والشعب خلاوه يقراو في ليزيكول اللي قاعدين يفورميو الارهابيين. ليزيكول نتاعنا اليوم نعاودها ونقولها قاعدين يفورميو في الارهابيين. علاه نقول لكم يفورميو في الارهابيين؟ باسكو كيما قلت لكم الخطا اللي فات، انا نتحدى اي واحد يعطيني ارهابي ما قراش في ليكول نتاعنا وما قراش التربيه الاسلاميه وما راحش للمسجد كيما قال واحد وما دخلوش راسو. هاك الارهابي يجي، الارهاب ما جاش من السماء وهبط ولا ولدهم من كروش اماتهم ارهاب، نو. يدخل ليكول يبداو يدخلوا في راسو، وربي قال والرسول قال وعقبة بن نافع ونحاولهم دمغيهم وما نعرف واش وما نعرف واش وما نعرف واش، والايات هذيك اللي فيها غير العنف وكما قال واحد ولا يرضى عليكم اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتهم، وعدنا نشوف اليهود باللي راهم عديان نتاعنا، عدنا نشوفوا في الناس كل باللي عديان نتاعنا، ويقراو على الفتوحات الفتوحات وكي جاو وكذا، وعقبة بن نافع اللي هو كريمينال اللي جا قتل الامازيغ وذبح الامازيغ صبح كما قال واحد صبح ايرو صبح بطل. يغلطوا في الناس، غلطوا الناس بهذا الشيء هذا، وقلنا لهم يا ولدي راه زمان نخرجوا من هذا الشيء هذا، وما حبوش
وزادوا هادو اللي كما قلت لكم لي شان بريفي هادو زادوا دوخوا الشعب كامل ودوخوا الولاد والولاد مسكن اللي يخرج من ليكول ما في مخه الا يطلع الجبل. هذا ما كان هذا ما كان راكم شفتوا الخطا اللي فات كيفاش الطفل هذاك الصغير هذاك اللي كنا عدت لكم شويه اليوم مداروا غير اليوم برك في عقبوه اليوم برك في في في, في واحد في النهار قعدوا له الطفله بحذاه صغيره مسكينه البوبي لابسه ميني جيب ولا مي ولا ينجب صرا عليها المحال كيفاش طفله صغيره مسكينه طفله صغيره بزلت بيبي مسكينه ان بيبي طفله بيبي باش نفهموا مليح ما تعرف مسكينه لا لي لا جيب ما تعرف والو وهما يشوفوا فيها بعينين نتاع الخداعين هذو الاسلاميين وثاروا داروا فيها حاله. شوفوا هاد الطفل هذا اللي هذوك النهارات كيفاه يعطيو له نشان كيما تاع النهار في عود باش النهار كون عطى ربي كون يحبوا صح يقريو العلم كانوا يجيبوا الناس اللي تعرف ويديروا بيكزامبل لا سيونس ها يديروا لي مات يديروا اي حاجه نو لازم يديروا الدين. عظيما وتوجه به إلى مكة وكان يمتطي الفيل وعند اقتراب الجيش من مكة ذهب بعث أبرهة من يسلب أموال مكة وبعث رسولا إلى كبير قوم مكة وهو عبد المطلب وقال له ابحث عن كبير القوم وقل له إن أبرهة حاكم اليمن يقول يدعوك أنا لم آتي بحرب بل جئت لأهدم هذا البيت فلو استسلمتم حقنت دماءكم. فجاء رسول أبرهة إلى عبد المطلب وقال له استسلم. فقال له عبد المطلب نحن لا طاقة لنا بحبركم وللبيت رب يحميه. فتوجه أبرهة ليهدم الكعبة وعند ذاك ذهب عبد المطلب وجمع قريش إلى شعاب مكة وأمر أحد أولاده أن يذهب إلى جبل أبي قيس ليرى ما يجري وعاد هذا الابن مسرعا وقال لأبيه إن هناك سحابة سوداء تتجه من البحر الأحمر إلى أرض مكة وأن الفيل الذي يمتطيه أبرهة رفض أن يتحرك وهذا الفيل اسمه محمود وكلما وجهوه يمينا يتجه شمالا وهذا من أمر الله أو جعل الفيل لا يتحرك. وعند ذلك جاءت سحابة عظيمة متكونة من طيور قادمة من البحر كأنها الخطاطيف وتحمل في منقارها حجرين في منقارها عفوا حجرا وفي رجليها حجرين وردت كل هذه الحجارة التي كانت تحملها على جيش أبرهة فقيل كان الحجر يسقط على الرجل فيخترقه من الجانب الآخر فهلك من الجيش ما هلك وفر من استطاع وأصيب أبرهة بحجر وتوفي في صنعاء عاصمة اليمن حاليا. تفضل. فوالا كما شفتوا الناس هذا اليوم تاع اليوم هذه كل جمعه يديروا لهم حصه كيما هذه الولاد الصغار مساكن مازالوا ما يعرفوش ميم با واش هي الدين واش هو الطير الابابيل ولا مازالوا ما يعرفوش مساكن واليوم باش الولاد هذو يروحوا اليوم اذا كما كان باكزومبل خرجة ولا يروحوا باكزومبل دون دي سونتر دو لوازير ولا يروحوا ان يحوسوا ولا يروحوا نعطيو لهم كانش حاجه منا ولا منا نو يجيبوهم كيف اسمو هذا السي هذا اللي عطاهم الدار هذه ويبداو يعمرهم في راسهم الاولاد مساك ما تشوف فيهم كيفاش ولاد صغار ها لابسين شاشيات فوق لسانهم ميم با يعني لبسات نتاعنا حنا نتاع نتاع الجزائريين والكنادر وما نعرفوش هو ولاد صغار مساكن والله على بالهم بحاجه ويبدا التدويخ نتاعهم كيما هكا هكلا يبداو خوهم وكيجيو يروحوا للمدارس يلقاو المعلمين نتاعهم كيف حتى هما مساكن رايحين فيها خلاص عندهم الاسبري تاع دعش وكي من بعد يتحاوزوا الاولاد يروحوا يريكيبيريوهم يديوهم للجوامع ومن الجوامع يا اخي كما على بالكم ما يبداو حتى هما يدوخوا في رسالهم حتى يصبحوا
في الجبل ولا يسبحوا في أفغانستان ولا يسبحوا في سوريا ولا في العراق. آلاف نتاع الجزائريين مساكن اللي راحوا وماتوا بورين دي تو وكذاك في العراق وفي البصنة وفي كيف اسمه باتوا بارتو مساكن ودفنوهم سوزيكس. وعلى بالكم باللي راهو هذا هو الغلو هذا في الدين الانتيغريزم ريليجيو سي لونتي شامبر تاع التيروريزم. خطاش من هنا يولي او يقول لك الاخر كانوا خويا يردوا عليه يقولوا لي لا 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 هذا كيف اسمه ما كيف يقولوا هما ما مش يعني سي با دي فريمون دي انتيغريست هذو نو هذو مساكن راهم يقراو برك اي سي نورمال. حتى اللي قبل ما يكونوا دي تيروريست حتى هما كانوا كيما الناس حتى هما كانوا يصليوا برك وكانوا يدخلوا المساجد برك وبداو يعمرون في رسالهم وصبحوا اصبحوا كيما قال واحد ارهابيين. لو كان يحبسوا هذا الشيء هذا كما يديروا فيه ها ويعرفوا ينحيوا الى التخريب هذا اللي داروه للناس هو مش تعريب هو تخريب. خاطرش العرب بعد هما بعد في السعوديه وفي بارتو نحاول التعريب هذا حبسوه خاطرش على بالهم باللي العربيه ما تجيب والو. العربيه كما قلت لكم لا لونغ عرب ماهيش لونغ سيونس سي با زي لونغ دو سيونس سي تي لونغ تليك غير لا بويزي الشعر والسلط هذا ما كان. يرجعوا كما كنا بكري للفرنسي ومن الفرنسي يروحوا للونجلي ويروحوا للغات نتاع السافوار كما داروا لولادهم يديروا لولاد الشعب ما يخليهمش يتمسخروا بهم. اليوم ولاو حتى نتاعنا كي يخرجوا من الجامعات اطباء حبوا اخرين باش يروحوا يخدموا منا ولا منا ما خلاوهمش كي يروحوا لاوروبا يقول لهم تعاودوا القرايه من جديد. علاه؟ باسكو الشيء اللي درتوه كامل ما كان والو زاو. وعاد ولاد مساكن دي ميدسان راحوا للسعوديه وراحوا للدول تاع الخليج ويحقروهم ما يحبوش يخدموهم ويخشتوه الخطايا في السعوديه وان كان جزائري قتلوه في الباركينج في السعوديه. يخشفتوه قتلوه في الباركينج في السعوديه في الجزائر ما حبش يدير واحد لاتستاسيون لواحد خلاه خرج وراح تير عليه قتلوه في السعوديه. دونك انا يكون يسمعوني الحكام تاعنا ما فيها بركه. حكمتو من 62 يا ناس خليو يجي نوتر جينيراسيون نتاع الناس اللي يحبوا يرجعوا الجزائر فوق السكه صحيحه كما قلت لكم يديروا جزائر ديمقراطيه جزائر كيما الدول الاوروبيه اللي باش ما عادش الناس يوليو يموتوا في البحر وما عادش الناس يوليو يباتوا في البرا بلا شي سكانات وبلا شي منا وبلا شي منا. بزايد فيها بركه من 62 وانتم حاكمين خليو اديتو بزايد روح السياحه حتى باش يتبعوك ما يتبعوكمش روحوا برك مي مدوا المشعل الايادي امينه. اتونسيون يا ناس الحكام هذو اذا شفتوها باللي خلات وتجيو تمدوها للاسلاميين راكم رايحين تجيبوا لهذا الشعب نتاعكم والبلاد يهتكوها بورين ديتو كيما داروا ليبيا وكيما داروا سوريا وكيما داروا اليمن وكيما داروا العراق راهم قادرين يديروا الجزائر وسيرتو الجزائر وسيرتو الجزائر. ضريتوها بزاف يا ناس مسؤولين ضريتو بزاف الجزائر وضريتو بزاف الشعب الجزائري. ما نقدرش نهضر على خمسلا تو سويت باسكو شويه طولت شويه نخليكم دوكا ان شاء الله في بعض الدقائق ونعاود ندير نيتر فيديو سبيسيال على خمسلا كيف داير هنا.
Tu vas pris dans tes bras.